احيانا يكون ربنا موجود فيك وانت مش حاسس فيه. ربنا موجود فيك وانت مش حاسس فيه. في قصة تلميذي عمواس كان بيكلمهم المسيح وهم مش عارفينه. وقعدوا هم يكلموه على المسيح وقالوا له هل انت وحدك المتغرب عن اورشليم ومش دريان باللي حاصل؟ انا اللي مش دريان. هم اللي مش دريانين مش حاسين بيه والمسيح وصيهم ومش حاسين بيه. ابراهيم قالوا ربنا مع اثنين من الملائكه وقدم لهم جبنه وذبح لهم عجل وعمل لهم عزومه. طبعا ما كانش عارف ان ربنا وصيهم. لو عارف ان ربنا وصيهم مش معقول هيقدم لربنا جبنه وعجل وحاجات زي كده. مستحيل. ما كانش عارف. الكتاب بيقول لا تنسوا اضافه الغرباء لان بها اضاف اناس الملائكه وهم لا يعرفون. فربنا ساعات يكون موجود معاك وانت مش حاسس بيه. الكلمة دي قالها القديس أغسطينوس بطريقة لطيفة بتعبير حلو. قال ايه؟ قال لربنا كنت معي ولكنني من فرط شكوتي لم اكن معك. انت كنت معايا ولكن انا ما كنتش معاك. النور اضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. النور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. ساعات ربنا يكون معاك وانت مش حاسس بيه. تقول طلبته فما وجدته. هل صحيح ربنا تخلى عنك؟ جايز انت اللي مش حاسس. انت اللي ما عندكش الادراك الروحي لوجود الله معاك. احيانا تقول له الى متى يا رب تنساني؟ الى الانقضاء؟ يقول لك ابدا، ده عمري ما نسيتك. ده لو نسيت الام رضيعها انا لا انساك. انت اللي مش واخد بالك يا داوود يا حبيبي وقاعد تقول الى متى يا رب تنساني؟ انا اللي مش ناسيك وانت اللي مش حاسس. ربنا بيكون موجود معانا واحنا مش حاسين بيه. كتير قوي نعاتب ربنا ونقول يا رب انت فين؟ الى متى يا رب تقف سعيدا؟ طلبت فما وجدته. يقول لك ابدا، انا فيك، انا جواك، انا معاك. بالايمان تطيع ان تدرك الله الذي معك. داود قال ايه؟ تامل فرايت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع. هو امامي وهو عن يميني وانا حاسس فيه. وإلي الحي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. لما تقول طلبته فما وجدته ليس معناها إن الله غير موجود، لكن معناها إنك أنت مش حاسس فيه وهو موجود.